باش نستقبلوا الليلة في فكرة سامي الفهري لأول مرة رابر وبزنس مان من أثرى النجوم، يقول أثرى من جاستن بيبر. نستقبلوا مع بعضنا لأول مرة سواغ مان. مرحبا سواغ مان. لبس عليك كبير. الحمد لله عاش. الحمد لله، مرحبا بك سواغ مان. اخي بجاه ربي فهمني يا سواغ مان، انت تونسي ولا شي حكيتك؟ فهمت. انا بابا من البرازيل وامي من تونس. برازيليان؟ ياه. وين مولود؟ انا في نيس، مي كي كنت صغير مشيت ميامي. عشت في ميامي؟ نعيش في ميامي تو. تو في ميامي؟ ياه، سينس لونج تايم. عندك مده معناها؟ ياه. باهي، باش نعملوا انترفيو باش نتعرفوا عليك الساعه. ياه. اوكي؟ من اس دي اف الملياردير. سواغ مان، مولود في نيس وتبنيتك عائله تونسيه. هك؟ صغرك كيفاش كان؟ كان عندك فلوس وانت صغير؟ لا خدمه لا قدمه. لا خدمه لا قدمه قالتك. ما عنديش فلوس وعملت 8 سنين حبس. علاش 8 سنين حبس؟ عملت براكاج، بعت حاجات مسروقه. لا لا. حاجات دروغ. بعت دروغ؟ يا اوف كورس. تو سامحني باش نقول لك. اوف كورس يا ولدي، من اوف كورس. تهزنا تو. باش نقول لك حاجه. توا انت ما عندكش وين باش تركض. وما عندكش فلوس. وراسك مشاوم. شكون يحب يخدمك؟ Nobody. Nobody want me. Nobody. لو كان حتى لو كان ليش انت باش تعطيني باش نجم عندي opportunity في حياتي. حتى بشر باش يعطيني. دونك لازم انا لازم تخدم. كنت تنجم تخدم. مي توا سامحني، انا باش نخدم. اوكي، تتخيل اللي عندي في راسي. اللي باش عندي في راسي نحب نخلص 1000 دينار او 1000 دولار. انا نقدر ونموت على الناس اللي يخدموا، ونقدر الناس اللي يخدموا 500 دينار، 1000 دينار، 2000 دينار، 5000 دينار. نقدر وان شاء الله ديما الله يعطي. ربي يعطيهم ان شاء الله. مي انا ليش كنت انا في راسي كنت شيطان. في راسك شنو انت؟ بيليير. بلياردير. اوف كورس. وتحب تعيش عيش. ونحب نعيش. نحب نعيش يو نو. من اس دي اف. كيفاش وصلت وليت ملياردير؟ اسمعني الحقيقه. الحقيقه كي انت تمشي تبيع، سامحني، غبره دروغ. كي انت تمشي تبيع دروغ وبوليس يشدك. وتمشي تجيد تبيع دروغ وبوليس يزيد يشدك. تعرف انت روحك دروغ سلوحه ليك يو نو. صحيح. ومن بعد نعمل براكاج. براكاج يشدوني. يزيد يشدوني. قلت كيفاش؟ كيفاش باش نعمل انا تو؟ نعرف اللي وقتها باش نموت الله باش يحركني. مي نعمل برشا خير في حياتي يو نو. نعمل برشا خير في حياتي. انا نعطي حق الله. مشيت 7 مرات ببيت المكه. ونعرف اللي ربي باش يعطيني تريحه كون نوصلوا قدام وجه ربي. مش تريحه يعطيك ربي. يا ودي ربي يحرقك بالنار. ما انا عملت برشا خير في عملت برشا خير في حياتي. انت تبت ولا؟ كيفاش؟ تبت من فلوس الحرام. شنو معناتها تبت؟ تبت معناتها ندمت. تتي. تتي. يا يا اوف كورس فور شور. سي. يا فور شور. ما عادش. توا ما عادش خاطر. ما عادش. خاطر توا انا عملت ان بروجي. I make a big project, you know, a big project real estate. So I sell and buy a lot of apartment. بالعربي. مش يحكي. وليت تبيع وتشري في الديا. صحيت. مي
كي نشي ونبيع نخلص قبالة قبالة of course ايه تخلص الحاكم صحيت ايه وبدأت المشاكل مع شكون مع قبالة مع القبالة of course ايه وبعد فهمت اللي في أمريكا الرحمة لا مع القبالة of course نجم نمشي 50 سنة حبس بالضبط اخي بعد انا قلت كيفاش عندي فلوس ونشري ونبيع وديما تتي الكبارة القبضة تتي yeah. تتي so قلت علاش ما نغنيش علاش ما تغنيش وقلت كي أنا باش نغني ما هشتيش حتى بشار يحط علي فلوس you know I don't need nobody invest on myself I don't need nobody I just need some money and I invest my money on myself you know I don't need producer, I don't need nobody, you know. معنى ما تحب حتى واحد يصرف عليك ولا ينتج لك ولا كذا. Of course. بفلوسك تعمل اللي تحب. Of course. وتحب تغني. Yeah, كما ديما نقول أن فلوس تعمل كياس في البحر. صحيح. You know. بي قلت عام 2017 اللي أنت أغنى من جاستن بيبر. Of course. أنت كيفاش؟ قديش عندك فلوس؟ اسمعني. أنا توا عندي مشكل كبير في يا ولدي هذا راهو جولدن بوي أنا عندي مشكل بوي مشكل كبير توا في تونس لو كان لو كان أنا جيت علاش في تونس بون خاطر عندي مرمى عندك مرمى كسروني راسي مرة أمه ماتت مرة أبوه تاع خدام every time brand new story مرة أمه مات ألف سنين ألف مرة you know ديما حكاية جديدة you know So, لو كان أنا جيت تونس خاطر أنا عملت فيرمون من سويسرلاند حتى تونس 17.6 مليار دو دينار مليار دو دينار يعني حاولت 17 مليار تونسي صحيت و بنك سنترال بلوكي علي كالوني بلانشيمون دارجون واشي ماني اي بلانشيمون دارجون متاوا سامحني خويا أنا نجي نموت على تونس وتونس انا شتر يو نو نموت على تونس نرجعوا ل 17 مليار اللي البنك سنترال شدهم قال لك شي شنو هي مصادر اموالك اسمعني منين جبت الفلوس انا وين جايبين الفلوس مكتوبه لو كان انا نعمل في الحلال ما نعملش في الحاجات حرام وقت كنت صغير 10 years ago يو نو 10 سنين 10 سنين سو توا انا نخدم ولباس وان شاء الله الله ديما يعطيني خرجوا لك الفلوس؟ لا لا بلوكي؟ بلوكي وتوا محامي نتاعي قاعد يخدم عندهم قداش بلوكي؟ ديبي لو 18 ديسمبر 2000 من ديسمبر؟ ايه yeah. وتوا انا عندي نحب نعمل صدقه بفلوس هذوما نحب نعمل جامع اي ونحب نعمل ميزون ادوبسيون دادوبسيون تاع تبني صحيت ومشكل جدو اشتري ان اوتيل I need to buy the hotel. Hey. So the problem, my money right now is blocked, you know. I can't do nothing. Beh. كي كلمتهم اش قالوا لك سواق البنك سنترال؟ قالوني الحقوق الجمهورية تيجيو ويعمل لك كونفوكاسيون. كي الجمهورية يعمل لك كونفوكاسيون. مي توا ما يعرفنيش ما نعرفوش. كيفاش باش يعمل لك كونفوكاسيون؟ توا تمشي له يعرفك هو. صحيت. فوالا. والمشكلة اللي نحب نقول لك عليه توا. أنا تونس بلاد موت عليها. You know, بلد. I love Tunisia. Bien sûr. So, just كي نوصل الدوان, ديكلاراسيون, كسر الراس, بات نموت على تونس, you know. مي المشكل توا, توا نحب نحط فلوسي في تونس, و every time I have a lot of problem, every time in Tunisia, تحب نحط فلوسي في مغاربة, تحب نحط فلوسي في دبي, ما نحبش. نحب نحط فلوسي في تونس في تونس في بلادك اوف كورس ونحب نزيد نبعث نحب دي مليار يو نو ان تونيزيا خاطر بلادي وتونس محلاها تونس وفما برشا حاجات يفو اكسبلوري يفو اكسبلوري لا تونيزي يفو اكسبلوري لي تيران سي باسكو لا تونيزي سي اون تير فييرج اي لو بروبليم اي هاف ا لوت اوف بروبليم وين اي وان تو سند ا لوت اوف ماني كي نجي مطار ديما نعمل ديكلاراسيون لازم الديكلاراسيون اوف كورس لازم بطبيعه الحال اوف كورس اما كي تبدا مبالغ كبيره ماك تعرف فما قانون الارهاب في تونس أي. كي يبداو مبالغ كبيره يلزم
الدولة تتحقق منها، وإذا كان يثبت أنه الفلوس هذوما فلوس لبس عليهم ما فيهم حتى مشكلة يدخلوا للبلاد. أنت طالب جيست بالإجراءات بالسرعة بالرابيديتي باش يخرجوا فلوسك بقدرة ربي، يخرجوا فلوسك ما فماش مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله. قداش عندك فلوس يا سواق أنت؟ ثروتك قداش؟ نقول لك حاجة؟ أي ما نحبش نكلم فلوس. لا لا ما يسالش، قول لي ليه. تاي قول لي. اسمعني، عندي برشا فلوس. ثانكس جاد يو نو. قداش؟ ما نجمش نقول لك. انا حاشم. ابوبري. حاشم برو. لا لا ما تحشمش. نعم. 100 مليار 100 مليار. نعم بليز. شنيا؟ ياه. وين يسكن هذايا؟ وين يسكن السيد هذا؟ وين برافو؟ 200 مليار سواق. بليز. مو. 1000 مليار. مو. 5000 مال عندك 5000 مليار. بليز برو. إيه مال عندك 20000 مليار. نقول لك حاجة. تو ميزانية تونس هذي. نقول لك حاجة. أنا حاشاك كل صباح نمشي طاير ماء ولا؟ إيه. أنا كيفك. إيه. أنا كيفك. إيه. و نجم نكلم مع واحد زوالي ونقعد معاه. بيان سور. وناكل معاه ساندويتش تونس. بيان سور. بالحار، أنا ما نحبش برشا حار. إيه. ما نجم نقعد معاك كما نجم نقعد مع واحد لارف بيليا. انا باش نجي نهار باش نكابل وجه ربي يو نو سي. وانا ما تنساش اللي انا كنت فكرة. وما ننساش وين مولود في الفقر وفي الميزيريا، وما ننساش اللي انا عملت 8 years jail. نسيت الحبس. نقول لك الحق. نسيت الحبس خاطر كي عندك فلوس و you travel a lot you know you buy a lot of jewelry you have a lot of money تنسى الحبس. تنسى الحبس والذكريات الخايبة. مي ما ننساش اللي أنا كنت لهندي لا خدمة لا قدمة you know and I have no money. واضح. You know. بي باش نعملوا انترفيو سواق مان. سواق مان هو الراجل اللي عنده برشا فلوس ويتباهى بها ويقول راهو عندي. انت انا قلت لك 5000 مليار، قلت لي لا الراجل هذا يلعب في ال 20000 مليار. نقول لكم اسمع، عندك كومبلكس باللي عشته من الصغرى تحب تعوضه؟ كومبلكس؟ اي كومبلكس. اي عندي كومبلكس. عندك عقد؟ أي باللي عشت قبل وانت صغير من الفقر ومن الميزيريا. اوف كورس. تحب تعوض روحك تقول انا عندي فلوس وانا بيلياردير وانا نقول لك حاجه. اي انت بلاكش ما تعرفنيش بالقدام. I'm so shy حشام برشا. A lot. So كي الناس يشوفوني في تونس نسمع كان يا لطيف يا لطيف. علاش؟ شو راسي؟ شبيه؟ برشا وشام. اي برشا وشام. مي فما ناس باش ما يشوفوش يو نو ما يشوفوش شنو وراء كتاب يو نو في قلبك وفي هاو. على وشام، على ذكر وشام. علاش هذا الكل؟ اسمعني، كل وشام تشوف فيه توا. اي كل وشام عنده حكايه. كل وشام عنده حكايه. اوف كورس. قداش عندك حكايات يا سواق؟ عندي حكايات. سي تخو معناتها. حتى مرة ما عندي حكايات. توشم ماركات زادة. يا. دماغ. اوف كورس. يخلصوك. اوف كورس، وات يو سي؟ اوف كورس. اعطيني وشمة نتاع ماركة بجاه ربي يقول لي قداش. اي ويني وين؟ اش عندي؟ برشا ماركات. لامبورغيني، بانتلي. لامبورغيني قداش خلصوا؟ 2-3 مليار. 2-3 مليار. برشا أخبار خرجت عليك سواق. التلفزة الفرنسوية حكيت عليك برشا. تقريبا مشيت للبلاتوات نتاع التلفزه الفرنسيه الكل. اوف كورس. نشوفوا مع بعضنا حضوره في القنوات الفرنسيه سواق مان. On accueillera l'homme le plus controversé de sa génération. Swagman sera avec nous. On reçoit le mec qui inspire les plus grandes stars du rap US. Des millions de vues sur YouTube. Le roi du buzz, il est posé, stylé, un peu ravagé. Qu'est-ce que je te dise? Swagman est avec nous. Soit qui, soit qui, soit qui, soit qui, soit
invité est un mystère. On a tout entendu à son sujet, qu'il était un enfant caché de Kadhafi, un héritier Rockefeller, le neveu de Michel Drucker, la sœur cadette de Lynn Renault, un catalogue de la Redoute. Peu de gens savent d'où il vient, ni qui il est, encore moins où il va. Et pourtant, tout le monde le connaît sous le pseudo de Swagman. Il est omniprésent sur Internet, il rappe à droite à gauche, il est riche comme Crésus. Ce mystère-là, c'est mon deuxième invité. L'homme qu'on va recevoir maintenant a foutu le bordel sur Internet. Des millions de vues, tout le monde le connaît. C'est l'homme qui est tatoué de la tête aux pieds. Il est mystérieux, il brûle des billets, il est bling bling, il a des milliards de tatouages. Et c'est Swagman. On a deux invités complètement ouf et imprévisibles aujourd'hui. Le premier, c'est le rappeur flambeur Swagman, ouais, qui est avec nous. Il dit que برشا إشاعات سواق. شنو معناتها إشاعات؟ إشاعات معناتها دي رومور. أوكي. اللي أنت ولد أمير سعودي. هما قال. ومرة تعرف إيش قالوا؟ قالوا اللي أنت ولد القدافي. الله يرحمه. الله يرحمه. موت عليه القدافي. أه؟ موت عليه القدافي. شنو هي الحكاية؟ نقول لك حاجة. المشكل في أوروبا and Africa, not in USA, just in Europa and Africa. كي واحد يوصل في حياته يقول لك وصل دروغ ولا إغتاج ولا ورث. شنو ورث؟ الإغتاج هي الورث. هاوين ورثة 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 فوالا أقل ورث. So توا سامحني شو راسي شكون باش يعطيني ورث؟ شكون باش يعطيك؟ ليغيتاج. علاه؟ شكون؟ شو راسي؟ انت حر في بدنك، نو، كيف تعمل اللي تحب فيه. مي توا سامحني. وعلاش انا عملت ملا لو كان انا عندي ول؟ ورثة. ورثة. علاش انا عملت 8 سنين حبس؟ الناس ما جامي في اوروبا ولا في افريكا، جامي يقول لك اللي هو وصل باركش بينه، اللي هو وصل خاطر حب يوصل. ديما people speak from nothing. أخي لكن فما واحد يعمل حلام ما يمشيش حبس. أبار لو كان الله يحبه. ما الله يحبني عملت الحبس وباش نقول لك حاجة ونحلف عليك والله والله يحركني بالنار اللي أنا فرحان عملت الحبس. علاش فرحان؟ خاطر علاش؟ خاطر ما عادش you know I own nobody. I own nobody. Je dois rien à personne. كي انا مشيت الحبس كي كنت من القدش في الليل خاطر نعرف اللي نعمل في الحرام وعديتهم 8 سنين كاملين مش كاملين 3 years 2 years مره 6 months فهمتك كل مره كل مره حاجه اوف كورس ديما لابس لونات علاش افري تايم خاطر انا نحب نختار كيفاش نشوف حياتي يو نو لو كان نحب نشوفها كحله ولا زرقاء قداش عندك من لونات Oh, 12,000? More than 12,000? And number two in the world? 12,000? 12,000 مرات عندي سيد. More than... 12,000 مرات. Yeah, more than $6 million. قداش؟ $6 million. 6,000? 18 مليار. Yeah. سوم هما. Yeah. وهذه بقداش؟ This one, $5,000. 5,000? Yeah. Dollars. 12 مليون؟ Yeah. يا خرابي نجم تنحيها ولا تي ولا ما تحبش ولا تي بريفير ريستي كوم سا لو كان نحي مرياتي باش نشوف عالم اخر عالم اخر يو نو اقعد اقعد في عالمك هكا خلينا نكمل معك الانترفيو يا اخي اقعد اقعد اسمعك به مغروم برشا بالمجوهرات الديامون اوف كورس ها باش نشوفوا التصاور ترى فوالا دايمت. شوف انا راني ما نصدقش السؤال اوكي ما نصدقش تعرف علاش ما تصدقش اي علاش نموت عليك عايش وانا زد والله اول مره نعمل انترفيو مع سواغمان بالرسمي هذا سواغمان بالرسمي نقول لك علاش ما تصدقش اي خاطر في راسك نموت عليك راسي انا يا من راسي انا راسي انا
Anti, you have a big mindset. Your mindset is open. زما كيفاش تخمم it's open. مخي محلول معنى. Yeah. أي. بيت محلول بيت لشبرشة. ها؟ You know. اش قال؟ أما مش برش. Yeah. بيت محلول بيت محلول. يا ولدي فقر يسكت بركك عليش. أفرانكنا يسكت بركك. يا ولدي احنا متسولين قدامك. يا ولدي كريم طالع. You want some money? يا اخي ديما تحتك الفلوس. Of course. ديما. Of course. اش تعمل بيهم؟ I pay, you know, sometimes I give some money. Dima, dima. Of course. Sometimes I give some money of the people, poor people. I love give the money of poor people. كي باش نقول لك حاجة؟ أنا اللي عجبتني في حاجة والله يعطي الصحة اللي عاون في العباد وحتى كان عنده فلوس تحته يعاون الناس الزوالي المزمر اللي كده اللي أرضه في الثنية فلا نقول لك حاجة؟ كي نعطي فلوس الزوالي مثلاً في الكياس هذا نشوف برشا ملاع زوزة تقول لي عاش والدي عطيني عاش والدي شفت كي نعطيها تدعي عليا بالخير اوف كورس بالخير مالا بالشر وربي يجيب الخير من بعد ايه لا ما قلتش بالشر استنى وريني ديك ترى واحد ياكل واحد ياكل بهم بوني هذوما يجي طروف طروف والله طيب هذا مكل بالحق دو ديامون معناتها اوف كورس مان كان اسك يو سمثينغ باش نحكي لك حاجه توا واحد عنده فلوس انا لو ليش كنت نحبهم راهو هذوما ما نحبهمش كنت ما تحبو علاش علاش تلبس فيهم نقول لك علاش اي علاش خاطر توا نحبهم سيت هادي مايند سيت مايند سيت فهمت كاي نقول لك حاجه شنو كهرباء اللي تموت عليها في حياتك اللي تموت عليها ما تقوليش بليز لا ما قلت شيء اسمعني شنو كهرباء اللي يجيك في بالك وات يو سي وات اي وان كار شنو بوغاري لا نعم ها ما يعرف شنو بوغاري لا نعرف نعرف هاب لك راهب كيما هكا انت تقول اوف كورس ها انا كيفاش عندك من كهرباء More than 100. 100 كرة. Yeah, more. 100. Yeah. But نقول لك حاجة. كي نشري كهرباء الناس يعرفوني اللي أنا عندي فلوس. كي واحد يلها بهالي يعطيني 20,000 more. النجم نعطيه تريحة. بربي الكرهب وانت بديتهم هذوما. My house. Big house, you know. في دارك معناتها. Of course, a lot of house, yeah. But كي واحد يلها بهالي. عندك برشا ديار انت. Yeah, a lot. قداش سوم كراهبك كل؟ او ما كار؟ نقول لوك شفت كادياك سواغي؟ انا ذا فيرست وان هذه هي اي سوا اي 250,000 ذا لاست وان 750 مليون مليون يا ذا لامبورغيني 500,000 500 وش؟ The Gucci car, Gucci, by Gucci Cadillac, the vintage one, it's 100,000. Asmani, نقول لك حاجة, نموت على كهرباء, نقول لك علاش. كي كنت صغير كنت نشري كهرباء صغار, you know. صغار, اي هذوكم ليش هو, اي. ونفكر نقول, I want the same car. ليه, اي, فهمت؟ يلزمني كيف كيف. يلزمك كيفها وتخوها. والله اني خوها. وحلمت بك الكهرباء الصغيرة اللعبة. لين خذيتها؟ ما علمتش بها حبيتها حبيتها اوف كورس حبيتها اوف كورس شوف انا ران شاكك شوي نموت عليك يعيشك عليها ذاك جبت لك سي المهدي الشاوش خبير عدل اوكي في المسوغ والالماس يا اخوي هو الخبير الوحيد في تونس في الالماس اللي نجم يقيم الرحمه لا الرحمه لا لا خدمة لا قدمة ساعة اللي لابسه كل فري ولا فالس؟ يا راسي يا راسي منك يا سواق باهي في فري ولا فالس؟ تحكي بالرسمي؟ اي يا ودي قل نقول لك حاجة قول لي لو كان تلقى واحدة فالسو نعطيك توا مليار
مليار والله ادعيوا معايا يا رب يا رب تكونوا هدفات يا رب نستقبلوا سي المهدي مرحبا يلا باش نعملوا عملية تقييم بطبيعة الحال للي لابس وهذايا الكل، تتفضل تجيب حذايا وأنا خلينا ناخذ بلاصتك من غاديكا ونوزنوا عندنا الديتكتور نتاع الألماس والديتكتور الكل نيسيسير اللي نجموا نعرفوا بهم قيمة هالأشياء الثمينة هذه. أي سيدي باش نتبتوا يطلعوا صحاح ولا زاد؟ أه ونشوفوهم صحاح ولا لا بيان سور. يضحك عليا من قبيل يضحك عليا خاطر قلت له شكيت والله شكيت. أنت سامعني؟ كي انا عندي الحق اي شنو انت باش تعطيني؟ شو باش تعطي؟ ما عندي ما نعطيك يا اخي اكسيبتي هذايا ها هاو هاو كسيبتي خات هاكي الكسيبه خات انا نعطيك دعوه خير ربي يزيدك ويعطيك ما تتمنى من الحلال الطيب ولا ربي يخليك ربي يخليك يعيش ثانك يو اي باش نبداو بالمونجاله يا سيدي اي خلينا نبداو سوا اول حاجه بالشراك اللي عنده بالشراك اللي عنده جينيرال مول لي رابور باش يبداو باش اول حاجه يلبسوها ديما الشراك هي اول حاجه يبداو بها النظر نتاعها ايوا الشركه اوف كورس اوف كورس هاي سيدي استنى هذه توزن كي الله الله تي كيلو شد عندك هاي هاي مش شوي ما تخاف هي تلو خرعات اوه كيف كيف اه ومزوزه راه خنجر قداش يجيو سوم سي سي ها ارزان فما لي 400 غرام ها شو نقول لك غايس كي دور لك هاي هلا شو هذاك دو ديامون ولا شنو؟ هذا ما ديامونت اه دو ديامون دو ديامون وي هذوما فيهم 700 قداش الميزان؟ و 88 غرام قداش؟ 788 غرام 788 غرام اي وفيهم ما يقارب 60 قيرات ديامونت 60 كغا 60 قيرات قيرات نتاع ديامونت وي اي كيفاش نجمو نعرفوه احنا ديامونت صحيح ولا انا ثبتته ونجمو وتنزيد نوريكم بال اي ورينا كيفاش نجمو نثبتو هذاك شنو هو ديتكتور تاع ديامونت ريتو عند حمزه البلومي اي انت معاه وقت اي وفما ماكينه اخرى زيد فما ماكينه اخرى انا نثبت فيهم ما نسحقوش ماكينه الاخرى ما جيتش باش نوري خلينا نزيدو نثبت هاكا ديما ان شاء الله اي هاكا تحب نزيدو نثبتو اي باه خاطر بالكش نلعب بالك يو نو كيبدا كيبدا سامحني ديموند بوذا الروح معناتها مش مضروب اش يصير؟ شو كي ما يشعلش بتبيع ما يشعلش بتبيع ما يشعلش ما يشعلش ما يشعلش فهمت اما هنا يشعل باهي قداش سوم هما هذوك زوج شراك باهي هذوما الاستيماسيون بتاعهم فوق ال 200 ألف دينار 200 مليون اي الزوز شراك الزوز شراك هذا ما زاد دابا شللنا سويقات وداخلين بما فيهم الذهب معناتها بما فيهم الذهب الذهب وديامونت 200 مليون باهي وذهب نتاعهم 14 ذوق 14 ذوق 14 اي خاطر في امريكا الاكثريه اي 14 يديو لي انت هكاك شريتهم سواق just a little bit more because هو توا السوم اللي عطاه اللي عطاه لا فابريكاسيون وي فوالا انا شريت ا بو بري 400,000 دينار 400,000 العبها لي شويه ما يسالش يو نو 400 مليون احنا نقول دونك الماركة تزيد بتبيع اه لا ماركة تزيد بيك كرياتور زاد اوسي بيك خلينا نشوفك المونجالا سؤال المونجالا ماركة شي ماركتها سواق شي ماركتها هذه باتيك فيليب باتيك فيليب اه باتيك فيليب نوتيلوس باتيك فيليب نوتيلوس ذهب روس ذهب روس روسي روز روز مش روز اه روز 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 ذوق 18 ولا قلت من روسيا هذه فيها 18 وش اللي ترى فيها 160 غرام 160 غرام ذهب
وفيها 20 ما يقارب 20 قيراط ديامونت. به هذه الفالور نتاعها 750 ألف دينار. شنو هو؟ اي 750 مليون. وهذه تقعد تستنى كي تعدي كماندا فيها تقعد تستنى بالخمس سنين بالست سنين باش تاخذها. باش تاخذ المونغالية. اي. باهي. هاي بدات المفاجآت. اشنو يا الأخ؟ هاتك البرسليات والخواتم سواق ترى؟ سواق ماكش متقلق اللي احنا قاعدين نقلبوا فيهم. نموت عليكم. حتى انا زاد. ايه. انت عندك ذهب اكثر من اكثر من البركه السيد. هذوما دي براسلي هذوما زاد تابعين زوز شرك هذوكم. اه؟ كيف كيف فيهم 265 غرام. ذهب. ذهب. دوك 14. فيهم أكثر من 10 قوارض ديامونت. قداش يجيو هذوك؟ 60 مليون. 60 مليون. إيه. باهي. حكاية فارغة 60 مليون. مازلنا ما. شو 60 مليون؟ لا لا حكاية فارغة. سواق أنت حاجة معقولة. لي دو براسلي. باهي. عندنا هذي. كارتي. ها؟ كارتي ما عند كارتي كارتي اي معناها فيها فيها النيميرو دو سيري نتاعها فيها البوسون تاع كارتي فيها كل شيء باهي هذه فيها 34 غرام و40 اه وفيها 5 قوار ديامونت اه هذه عند كارتي في الميزون معناها غادي وين تتباع تتباع في 100,000 دينار 100 مليون 100 مليون اه هذه من بعد دي تاكس ومن بعد الرميز اي بعد كل شيء باهي اي هات لك الخواتم. نعم فالسو فالسو. هو وبيني وبينك عنده خاتم كلا على قلبي واشرب نمره راس نمرك. مشي عض. هذاك الخاتم. امشي. شو مارك هذاك؟ هذا كارتيه زاد كيف كيف. كارتيه هاك النمر هذاك. فيه الطابعة نتاعو وفيه كل شيء. اه؟ هذا فيه 27 غرام. 27 غرام اي هذه تبيع عند كارتي 80 مليون 80 مليون اي وحده وحده باهي زيد نشوف الاخوات اي الاخواتهم كل 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 هاتهم خشوف كل اخواتهم كل فارسه برو هذوما فيهم 89 غرام و70 اه 89 غرام و70 89 غرام و70 ايه باهي القيمة نتاعهم هذوما في ال 40,000 دينار اه هذوما 40,000 دينار في ال 40,000 دينار منهم هاك الخاتم الأولاني هذاك يجي بس بلوس 3 في تونس هذا لا الأولاني هكا نتاع راس هاك النمر هذاك ايه شنو واش باش تمدنا؟ ها وناقل مازال يجبدوا باهي باهي نزنوا ولا مناقل ولا ها؟ تحب نوزنهم ولا لا لا غير ما توزنهم اعطيني قيمتهم اعطيني بلاي باهي خلينا نوري الكاميرا سي عقبال عندنا هذه روليكس ها؟ روليكس روليكس باهي سوبر بريزيدون هذه ها؟ قيمتها 40,000 دينار 40 مليون ها؟ عندك هذه ها؟ أه؟ زاد كيف كيف روليكس جي ام تي 2 النوعية نتاعها مرصع بالروبي والسفير والالماس زفيرة اي قيمتها 200,000 دينار 200,000 دينار ذهب زاد كيف فلوز سويكارا ودي ابلو الاخرانيه ابلو فاشن كلاسيك روز الروز دي سويكارا قيمتها 150,000 دينار 150 مليون باهي اوزن انك اشترك هذوك وماكل وحدين يا اخي ما زلتش بدا سواقه والله ماني عارف اللي يخرج فيهم اه باهي هذا كافر متنقل هذا هذا بنك مركزي يمشي على ساقيه. باهي لهنا عندنا بوندونتيفيت و آه؟ عندنا قلادات شراك. اي قلادات. باهي وبوندونتيفيت وبراسليت زاد فيهم. اه. قيمتهم في ال 67,000 دينار. 67 مليون. فيهم 460 جرام. اي. اي وجابت خمسة استنى أي. استنى. اوف كورس. اه خمسة تونسية. هذه الخمسة بتاع ليجيبت في العين بتاع ليجيبت. ايه. ايجيبشن. ايه. باهي.
الخمسة ذوق 14 هذيك ذوق 14 فيها 44 غرام و40 ها قيمتها 25 ألف دينار 25 مليون زاد كيف كيف مرصع بالألماس مرصع بالألماس باهي لخص لي توا السيد هذا اللي لابس وهذا كل قد يدور في قداش بالضبط باهي أنا باش نعطيك ليستيماسيون نتاع الذهب وحده ونتاع المناقل وحده باهي في الذهب عندنا ما قيمته اللي هو مرصع بالديامونت واللي مش مرصع بالديامونت قيمته 682 ألف دينار يدور فيهم هو لابسهم هذوكم هم باهي لابس 600 مليون يا زلمه مازلت ما سمعت شيء الهاب برك مازالك الخبر الثاني المناكل قيمتهم مليار و325 مليار و9 زوز مليارات تو اي شد راسك انت يعملك ندبهم ندب اي نعطيك القيمة الجملية القيمة الجملية بقديش زوز مليارات 007 يا معلم هذا زوز مليارات اسمر اسمر الزحمة معناتها انت توا اللي لابسه الدور في زوز مليار دول خمسه ها؟ عاودي ما تدورش على ساقيك يا يرحم والديك فلوس تعمل كياس في في الحبس يو نو في الحبس في البحر انت رابور ولا بزنس مان؟ اسمعني كلك حاجه انا نعمل موزيكا لشهر فلوس نعمل موسيقى خاطر انا عندي برشا فان I have a lot of fan يموتوا عليا وما يجيش لو كان انا نخليهم you know فهمتك ايه هما يتبوا عليا خاطر لا موسيقى لايف ستايل وديما نحط حياتي في انستغرام ديم every day two three picture every day since 10 years نسمع اغنية؟ yeah of course اش باش سمعنا؟ whatever you want يلا سواق من Des sommes, du seum, des chats, c'est tout ce que je voulais. Non, non, ne me parle pas de sous. Ouais, cesse de miauler. Il voit la vie en rouge, la voix en violet. Non, mais pour qui il se prend? Non, mais pour qui il se prend? Ouais, non, mais qui il se prend? Moi, je suis trop distant. Pour ça qu'elles veulent me kiss, non. Je les fous jusqu'au Pakistan. Jusqu'à la Russian roulette. Arrête de faire la meuf bien. Toi, t'es qu'une poulette. Ouais, bébé, ouais, je me la fous dans le nez. رابرات سواغمان اللي تسمعهم ولا تتبعهم في تونس ولا يعجبوك شكون يعجبني؟ اي لينكو بنس سامارا سامارا سانفارا سانفارا كلهم صحابي كلهم صحابك يا yeah. وتتبعهم بالكداو يعجبوك اوف كورس صحابي وموت عليهم يو نو عملت فيت مع لينكو اوف كورس في داري في دار بعد مرمى يو نو اي بعد المرمى علاش اخترت لينكو
لينكو علاش خاطر صاحبي بالكدا ونموت عليه خاطر نكلم بالكدا معاه وساعات يجيني دار و... وميم لو كان ما عندوش فلوس نعرف في البوتنسيال نتاعو وينجم يعمل برشا فلوس يعمل برشا اوف كورس A lot of rapper in Tunisia so so beautiful so good. بي علاش ما غنيتش مع دي ستار كبار في العالم وتنجم تدفع لهم فلوس نقول لك حاجه سنوب دوغ مثلا امانام معناتها هذوما ينجموا يزيدوك برشا نقول لك حاجه هما علاش انا باش ندفع فلوس عليهم وانا اغنى منهم انا نخدم avec les plus gros producteurs Scott Storch Brian Kennedy اللي عمل غيانا Chris Brown Lady Gaga Beyoncé Jay-Z الكل نخدم معهم مي الناس ما يتكلموش على هذا ما يقولوش of course voilà of course voilà of course توا يا سيدي باش نهديلك باغودي من عند مهدي سوارد مان نعمل في التاتو نعيش حياتي سواك وين قطع الفلوس باش مع بسان واش وين يجي بدني كل زراك بيقولوا لي زوفري عادي نشتلاك نبني في شاتو وفي حليفون وماك انا اللي كنتو نشتي قاش وشاك بما قال بري ونغني كانستراك كيدو جيم وتري حياتي مش مارقة شكوني حاسبنا حد ما يلعبنا أموري في جيبنا حياتي مش مارقة مستقبلي دبنا وشمنا وكتبنا وعبينا مكتبنا حياتي مش مارقة وشمنا في جبيننا وسوابع عيديننا وحتى فرقة يبنا حياتي مش مارقة إبرتي مهارية نحمر ونزرق نتصور عريان يا يا خواتمي في يدي يا يا واغلى منجلة يا يا طاير سهريات يا يا وديما مع يا بنات تحبني الكل هاي واللي نقولها هاي تعمل طلة وهي شاتري كاوري ادخل شوف تصاوري شوف شامل برشماني شوف شامل برشماني شوف شامل برشماني حياتي مش مارقة شكوني حاسبنا حد ما يلعبنا أموري في جيبنا حياتي مش مارقة مستقبلي دبنا وشمنا وكتبنا وعبينا مكتبنا اسنا ذهبنا شراك وفرادي قاشي جوتشي ألف سبيدري ولامبرجيني هاك تشوف حد ما يسألني بتاتو بنيتي كوري او موري او موني او موني دي ماليزي حرز محرز اسمي ريان بن سانشيز كدوري مني تشكا يحب يعيش كيفي انا هكا ميرسي مهدي الدوان شادري كاوري ادخل شوف تصاوري شوف شامل برشماني شوف شامل برشماني شوف شامل برشماني شوف شامل برشماني شوف شامل ميرسي مهدي ارتوام ميرسي بوكو مهدود يا انت شايف شنو صار هسه بغات ريان قداش تقعد بحذانا في تونس؟ شهر شهرين لين تكمل المرم ليش مش تكمل توا في شهر شهرين؟ وين المرم هاي؟ عندي في سوس وقمرت في سوس وفي قمرت توا قداش عندك من جنسية توا؟ أربعة
تونسية فرنسوية أمريكية إيه برازيل والبرازيلي صحيح والبرازيلي وتجي ديما على تونس هذاك علاش تكلم بالكذا بالتونسي معناتها عندي توا 3 سنين تالي ما نكلمش كابالي في تونس حتى كعب ياه yeah. توا صافا خلص اه خلص مدير شو خلص مدير كان خلص مدير كل يوم تونسي يعود تخلص معناتها معلم بالتونسي باش يعلمك التونسي صحيت اي صحيت لا علمك بالكذا الحق طارب اما ظهر فيه خلص بالكذا بالكذا سواغمان يعطيك الصحة ميرسي بوكو على الحضور معنا تحية كبيرة لسواغمان